بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الخلق محمد وآله الطاهرين. في البداية أشكر الحضور وعلى رأسهم المشايخ وآباء الشهداء. بسم الله الرحمن الرحيم، أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لكل من سعى لحضور هذا الاعتصام المتواضع، لكل رجل سعت للتضامن مع الأسرى والمعتقلين، لكل إذن لبت نداء الحق، لكل عين تاقت لتضمد جروح الأسرى وتمسح أفئدة آباء الشهداء والمعتقلين. من حق الأسرى أن نتضامن معهم ومع عوائلهم، ونقف صفا واحدا في وجه الظالم والظالمين، الظلم والظالمين. هؤلاء الأبطال قدموا أثمن وأغلى ما عندهم في سبيل نيل الحقوق المسلوبة وتحقيق العزة والكرامة لهذا الوطن. أبطال خلف قضبان السجون بين يدي جلاد لا يرحم، ينتظرون الفرج وتكسير ذلك القيد الثقيل، فهم كاظميون لا ترهبهم السجون. يطيب لي أن أذكر في هذه العجالة أخي المعتقل جعفر أحمد ناصر، الذي بلغت أحكامه ما يقارب من 160 سنة، ومجموع القضايا 20 قضية، ولا زال إلى اليوم يحاكم بقضايا أخرى. كان ملاحقا قبل الثورة، والكل يعرف أيام قضية أبو زيتونة، الكل يعرف أن الإذاعة والصحف عملوا احتفال، والكل يدري عن هالشيء. وبعد هذا وبعدها عانى مرارا التشريد لمدة 5 أعوام، وهدد بالتصفية الجسدية حتى اعتقل في تاريخ 6/5/2015، ونال حظا وافرا من وجبات التعذيب في التحقيقات الجنائية وكذلك في سجن الجو. رغم ذلك لا زال بطلا شامخا يحمل تلك المعنويات العالية والأمل بنصر الله وتكسير القيود. نحن اليوم نقف وقفة إجلاء وإكبار لكل السجناء القابعين خلف القضبان، نذكر العالم بمعاناتهم ونستذكر بطولاتهم في ساحات العزة والكرامة. فهنيئا لكم تلك النفس المعطاة التي لا ترهب قعر السجون، تواقة للنصر والعزة والكرامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.